هما واش راهم يديروا دوكا كما قلت انت صح 100%، راح يختاروا بين هذا ولا ذاك. لكن هو القانون كي تترشح انت في عضويه المكتب الفيدرالي في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، يعطيك تعهد باللي هذا العضو المكتب الفيدرالي جاء من رابطه ولائيه ولا رابطه جهويه ولا نادي كره القدم في الرابطه المحترفه الاولى، رابطه المحترفه، نهار يفوز في الانتخابات ويدخل يشغل عضويه المكتب الفيدرالي تاعو عنده شهر 30 يوم، شهر امر واضح، يستقيل، يتعهد باللي يستقيل من المنصب الاولاني تاعو. تقدرش دوك انت تترشح وتقول نخير بين هادو ولا هادي؟ اسمع، من الاول تكون داير من الاول انت نحلو له قانون يقول هكذا، نتعهد باللي هذيك المنصب تاعي في النادي ولا في الرابطه يروح ويبقى ونبقى عضو مكتب فيدرالي. لكن يوم رانا فايته 100 يوم، فايته 3 شهور ماشي شهر، 3 شهور 100 يوم، فايته 3 شهور و10 ايام، 15 يوم داخله في 15 يوم، 3 شهور و15 يوم. كاين رئيس واحد اللي طبق هذا، عضو مكتب فيدرالي واحد بالناصر. هو عز الدين بن ناصر تاعنا مدينه جمه مقره، وطبقوا متاخر لانه تلقى اتصالات وزاره الشباب والرياضه، يعني اتصلت بهذا اعضاء مكتب فيدرالي وكلفت مديريه الشباب والرياضه لكل ولايه تتصل بهم، وماشي غير في اتحاد الجزائر كره القدم، كامل الاتحاديات، عدد من الاتحاديات طالبتهم باش ينحوا هذه الكلمه فونكسيون ازدواجيه المناصب. في اتحاديه رابعه ودي صرا واش صرا مع عماره، الرئيس السابق عماره في العده تاع شرف الدين عماره، اليومين هذا رانا في 3 شهور ونص مازال ما طبقش القانون. انت تقول لي تساهل ولا تطبيق القانون؟ مرسوم تنفيذي مضى عليه الوزير الاول في وقت الوزير الاول السابق خالدي، لا الوزير الاول هو هو الوزير خالدي، هو الوزير الشباب والرياضه خالدي هو اللي فرج بهذا القرار، لا هذا هو باش ما يكونش فيه ازدواجيه في المناصب. يعني بصراحه اعتدنا على دائما نشوفوا نفس الوجوه في المكتب الفيدرالي، نفس الوجوه في الرابطات الوطنيه لكره القدم الجهويه ولا الولائيه ولا، دائما نفس الوجوه. وفي هذا المكتب الفيدرالي كاين كاين وجوه اعضاء جازوا من قبل وعاودوا ولاو خدموا معاه مع شوف يعني الصدفة مع رورا وا كاع خدموا، لخاطر كامل كانت كما يقولوا كانوا في رؤساء الرابطة، كانوا رؤساء الرابطة الولائية خدموا مع صدفة في المكتب الفيدرالي، أعضاء المكتب الفيدرالي خدموا مع عمارة وزادوا خدموا دوكا مع جايز. المشكل أنه ولا واحد حسبهم في الأولى ولا واحد حسبهم في الثانية ولا واحد راح يحسبهم في العدة الثالثة هذه تاع مع جهاز زفيزف. هذا يا خويا سامر نعاودوا نولوا فترة الانتخابات ولا قبل الانتخابات تاع اتحاد الجزائر كرة القدم ولا قبل دفع جهيد زفيزف ملف تاعو. أعضاء المكتب الفيدرالي هادو واش راهم يقولوا؟ هي خطأ من زفيزف، ما خممش، خمم يوصل للاتحادية، خمم يوصل للكرسي، خمم كيفاش يخلف شرف الدين عمارة وفقط، ما خممش واش راح يخدم ولا واش راح يدير ولا كيفاش راح يكون المستقبل تاعو. على حسب الاصداء اللي وصلتنا من اعضاء مكتب الفيدرالي واش يحدث الان في بيت الاتحاد الجزائري لكره القدم، انه قبل الجمع القائمه تاع النادي كي كان يتصل بهم سي جاي زفيزف يقول لهم تدخلوا معايا في القائمه راح نترشح باش نخلف شرف الدين عمارة نكون انا هو رئيس الفار، باينه راح يقولوا له سؤال، حنايا عندنا مناصب في الانديه تاعنا، عندنا مناصب في الرابطات تاعنا، كيف يكون مصيرنا؟ كيفاش راح يكون مصير؟ كيفاش راح دير هذه النقطة؟ راه وصل نفس المشكل ونفس الخلاف مع شرف الدين عمارة، وكاين اللي استقالوا كيما محمد غوتي، كما عمارة عاود استقال وعاود ولا، قنعوا زفيزف باش عاود ولا. أصداء اللي وصلتنا يعني الأخبار اللي واش وصلنا أدرى المتفقين عليك، واش قال لهم جاهد زفيزف؟ قال لهم أنا ندبر راسي مع الوزير. هذه حسب أعضاء مكتب الفيدرالي. ما طمنهم. طمنهم، داك يقول لك هكذا، دوك هو يكون هكذاك ما مزروب ولا ما هذيك الشغف تاعو يحب يكون عضو مكتب فيدرالي، مد له الدوسي ويقول له خلاص دبر راسك سيب. لكن هذا لكن هذا قانون ما يصير فيه الا الوزير، هذا امر غير قانوني واش تلفظ هو غير قانوني. نعم هو هذا امر قانون، قانون يطبق على الجميع، يخرج في الجريده الرسميه، يطبق عليه يخرج في الجريده الرسميه، لا يعني ما مسكر به لا وزير لا عماره لا زميل. ما يقدرش يتجاوزوا، انا في دوله القانون لازم يطبق القانون 100%. لحد الان قلت لك عضو مكتب فيدرالي واحد اللي هو عز الدين بن ناصر اتصل بجاهد زفيزف قال له متصلوا بيا وكيفاش ندير انا،
يقولوا تهرب له يعني ما حبش يواجهه هكذا وجه اللي وجهه يقول له أه؟ راح استقال خمم في النادي تاعه وربي يعاونه على كل حال احسن ما فعل. هي لو كان تشوف قانونيا سامر هما ما عاودش يولي النادي تاعو ما كاينش هذا داخل في التساؤل ما كاينش تساؤل اكثر من هذا. مد لهم الفتره راهي في 3 شهور ونص تروح تعاود تولي صح وزاد عاود خلاه يولي النادي تاعو. والله غير يعني امر غريب هذا وزاره الشباب والرياضه نفتحوا قوس لازم يكون تدخل صارم ولا يعاودوا يراجعوا هذه الامور في الاتحاديه. زير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.